السلام عليكم. الدكتورة نبيه نايمة رئيسة المكتب المحلي لأطباء عين الشق والدار البيضاء وممبر في المكتب الجامعي للاتحاد المغربي للشغل. احنا اليوم في وقفة احتجاجية نظرا لتنزيل واحد القانون للوظيفة العمومية في الصحة بدون مشاركة وأخذ آراء مجلس المستشارين ولا إدخال رأي النقابات ولا مشاركة الأطر الاجتماعية، وهذا عار. احنا كنصبوا باش يكون دائما تحاور ويكون دائما امتياز في إعطاء الرأي والرأي الآخر اللي باش نزيدوا بالمغرب إلى الأمام. ثانيا كنتفاجئوا بأن ما كاين حتى شي امتيازات وتحفيزات للأطر الصحية. كتعرف بأن الأطر الصحية كانت في الأمام في الصفوف الأمامية وكانت هي في المقدمة لمواجهة وباء كورونا. حرام بأن موظف صحة يتهان وما تعطاهش كرامته. حنا كنطالبوا بالكرامة وكنطالبوا بالتحفيز وكنطالبوا بإعادة النظر في الوظيفة العمومية. كنطالبوا بخصوصة القطاع لأن لها آثار كبيرة في تنظيم العمل الوظيفي الصحي الجديد اللي كنصبوا باش المغرب يكون متقدم ويكون مغرب حوار ومغرب يعني ديمقراطية. المشكلة الثالثة وهي أن كانت إهانة كبيرة للموظف الصحة لا من طرف المواطن ولا من طرف الإدارات، وهذا ما كنقبلوش.